رجل نزع شعارات من بدنه بعد الإحرام جاهلا منه، فهل عليه شيء؟ وهل العمرة صحيحة؟ إذا كان جاهلا فليس عليه شيء. إذا نزع شعارات من بدنه بعد الإحرام ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.